سواء المستثمر او دار المتنزهات او كل مسؤولي امانه بغداد حقيقه هم حريصين جدا على سلامه المواطن البغدادي وتواجده في متنزه الزوراء. الموضوع لم يتعدى اكثر من دقيقه، موضوع السلامه كون الالعاب اغلبها من مناشئ اوروبيه، فبالتالي موضوع التصنيع وحسابات السلامه موضوع مفروغ منه. اعتقد الموضوع مثل ما شفتوه بهذه البساطه ولا يتحمل اكثر من ذلك. حاليا السبب اللي احنا سمعناه من خلال المسؤولين هناك انه موضوع يخص الكهرباء ولذلك تتوقف اللعبه، والتاخير كل اللي صاير هو دقيقه ونص الى دقيقتين. احنا كان في وقتها عندنا احنا شهود يعني شاهده كانت هناك، كانت متواجده في متنزه الزوراء وحاولت انه تصعد في هذه اللعبه، اللي متابعنا يتذكر هذا الاتصال، واحنا راح نعيد ما قالته حتى احنا يكونون يعني يكون الموضوع امام الناس وامام ايضا المسؤولين انه الموضوع حتى احنا نعرف الحقيقه وين. احنا اهم ما بالموضوع هو ايصال الفكره وايصال الموضوع الى الجهات المعنيه لمتابعه مثل هكذا مواضيع حساسه جدا ومهمه جدا. نسمع. انا كنت البارحه عندي ويا استضافه ويا مدرسه، نعم في مدرسه صرفت ويا اخوان وزاره الخطه. طيب فاللي حصل انه ودنا نصعد هاي اللعبه، بعد اللي لقينا في عالم كوما واقفه عادي هو الجوراء متنزه عام. طيب فاللي حصل لقينا شفنا اللعبه واقفه، فسالنا ليش واقفه؟ نوقفنا عبالنا نص ساعه يعني عم نوصل، فقالوا انه اللعبه صار لها تقريبا نص ساعه من واقفه. طيب اللي صار بعدين شنو يعني هذا العامل هذا الشخص شنو كان جاي يسوي؟ يعني هل فعلا الكهرباء عطل؟ كان باللعبه فوقفت اللعبه. عطل باللعبه لو الكهرباء مطفيه؟ يعني احنا لازم نعرف كل هذه الكهرباء ما مطفيه. طيب لانه كل كانت مشتغله. طيب ممتاز، انت شفتي الناس اللي كانت معلقه في الهواء، هل هناك من كان يتصارخ؟ كان يعني اكو اكو ولد كان صاعد يسوي له صيانه، هو يعني اذا كهرباء يعني انه يريد يسوي اللعبه واثناء العالم واقفه، واكو ولد مع طبيه انه فوق فقد الوعي فوق. اها طيب ونزله. اها طيب يعني انت بقيت ايش قد تنتظرين؟ انت اجيتي قالوا لك نص ساعه، ايش قد بقيت تنتظرين؟ تقريبا 10 دقائق. احنا فشلت لانه تاخرت وما ظل لنا وقت الا على خوفنا من المتنزه، فاضطرينا انه نغادر المكان ونروح على غير لعبه نلعب. طيب احنا عندنا المسؤولين يقولون دقيقه ونص، والمتصله قالت يعني احنا بقينا ننتظر، قالوا لنا انه يعني هناك اكثر من ربع ساعه او نص ساعه، ويعني وتركوا الموضوع الى وهي لم يتم تصليح اللعبه. احنا ويانا مراسلنا قحطان عدنان اللي هو كان يعني مرافق المسؤولين اثناء التوضيح واثناء قيامهم بعمليه تجربه اللعبه وتوقفها اذا توقفت الكهرباء. احنا عنده هو قحطان كان وياهم، فاكيد اكو تفاصيل اخرى تفاصيل ثانيه مع قحطان نتعرف عليها، وايضا هي يعني الى المسؤولين والى كل من يتابع اهل المدينه. مرحبا قحطان. مرحبا عزل، مرحبا رأفة. مرحبا حياك الله قحطان. انت رافقت المسؤولين بهذه الجوله العمليه لمتابعه الموضوع، يعني هل هناك تفاصيل اخرى؟ انت رح شفت اللعبه وكيف توقفت، او هم قاموا بتجربه عمليه امامك؟ نعم. نعم يعني هي للتوضيح احنا سالناه ايضا من خلال اللقاء واللي اجريناه مع المدير المنتزه ومع المستثمر ايضا. نعم. ف يعني كان اكو استغراب بالموضوع، ما اعرف الجماعه هم شلون حاسبيها، عارفين اجل احنا في العراق تطفى الكهرباء اكثر من مره باليوم. طيب. وهذه الالعاب هي كهربائيه في النهايه. نعم. فسالته اني للمستثمر، قلت له يعني انت تريد تقنعني انه هذا الشخص، شوف هذا اللي ده يصعد قدامنا يصعد 5 أو 6 مرات باليوم يصعد ينزل حتى ينزل اللعبه وهذا، قال ايه هو هذا اللي ده يصير عندنا احنا. قال بس هي هاي العمليه تطول دقيقه ونص. احنا صحيح الكلام يعني مضبوط، ومثل ما بنشاهد الان بهذه العمليه بهذه السرعه هي دقيقه ونص او دقيقتين الا شويه. طيب. هذا اللي هذا، لكن اللي صار بعدين اني قلت له ما معقوله هذول الناس لا يعرفوك ولا يعرفون مدير المنتزه ولا عندهم عداء وياك اكيد، يعني ليش صوروا وظلوا واقفين الناس وتنتظر ونقلوا لنا للشرقيه؟ فقال انا راح اقول لك شغله، وحكى لي هالرجل خلف الكواليس. نعم. قال انا راح اقول لك شغله، قال الشخص اللي معني هذا الشاب اللي هو موظف لهذا الموضوع تحديدا كان ذاك اليوم غايب ما موجود،
فالشخص الثاني اللي هو اللي رفض هاي القضية كان في نهاية المنتدى يعني بمسافة بعيدة، فإما أن إجى إلى اللعبة هذه اللي يسموها المقر في منتزه الزرعاء، إلى أن إجى إلى لعبة المقر، فكان الوقت أكيد راح يستغرق يعني ما لا يقل عن 20 دقيقة أو أقل من 20 دقيقة وأكثر ما أعرف يعني، قال بهذا التوقيت راح يجي فتنزل هذه اللعبة. بالإضافة إلى هذا اللي شفناه هسه هذه الحالة من تنزل، هذا أكو واحد ثاني ينزلها ويعدلهم، يعني الركاب من الناس من صاعدين فوق ممكن من ينزلها بالهواء يهويها من فوق، ممكن هذا ما ينزل على رجله، ممكن ينزل على راسه. نعم. فأكو واحد ثاني واقف جوه راح في المسافة مترين قبل الأرض. طيب. فيجي الثاني عامل يعدلها. طيب. فهذا الموضوع على مدار اليوم. ما أدري يعني يحدث فقط في العراق هذا الموضوع، يمكن تصير نوادر في يعني جميل الناس انه هي متشبثه بموضوع انها تريد تونس نفسها وتبقى. طيب يعني معناتها اكو حقيقه انه هي مو دقيقه ونص يعني ذاك الموقف. لا. احنا نحكي بالتحديد الموقف اللي وصل لنا انه ناس بقت معلقين في الهواء لاكثر من نصف ساعه، اذا هي فعلا هذه حقيقه. نعم هي اللي هم قالوا بالمنتزه، المستثمر والمدير يؤكد ما قال الموضوع، رغم انه احنا صورنا اللي هي الوقت دقيقه ونص، لكن هذا الموضوع انه عامل الاعتياديه ممكن معرض، هذا بشر ممكن يتعرض الى ان ما موجود مريض بالحمام ممكن ان يكون. طيب شنو ذنب الناس يعني؟ لازم اكو بما ان يعني هي القضيه تصير دائما وتصير يعني احنا باعتبار الكهرباء ما نعرف يعني ما لها وقت محدد، تصير في اي لحظه واحنا ما نعرف الناس اللي فوق كيف يكون وضعهم، فالمفروض انه اكو اثنين على الاقل احتياط، يعني مو عندنا واحد احتياط. ما نعرف شو يصير فوق يعني احنا، يعني هنا نقطة مهمة انه هم بقوا نص ساعة على ما يجي، طيب هو يجي مشن على الاقدام، كان المفروض انه يعني اكو وسيلة انه تسهل عملية النقل، على الاقل بايسكل الموجود دراجة توصله، يعني اكو موضوع مبهم حقيقة، ونتمنى انه ما حدث مرة أن لا يحدث مرة أخرى في متنزه زورة. شكرا قحطان عدنان مراسلنا في بغداد، شكرا لك. والموضوع معناتها أنه هي حقيقة ما وصل لنا، هي مشكلة حقيقية حدثت، نتمنى أن لا تتكرر مرة أخرى، والحمد لله على سلامة الجميع. طبعا المشكلة بهذا الموضوع اللي نعرضه اللي نسولف عليه حاليا، هو ماكو أي تعاون بين أي دائرة ودائرة أخرى من دوائر العراق. اليوم لو اكو تعاون ما بين وزاره الكهرباء وامانه بغداد، اللي احنا الكل يعرف انه في بغداد هو المتنزه الوحيد والمتنفس الوحيد لاهل بغداد، هو بس متنزه الزوراء. سابقا كان مدينه العبر صافة، حاليا معطله بسبب انه عاد ترميمها وتاهيلها الى يعني امور اخرى، لكن هذه المتنزه الوحيد لو يكون اكو تعاون ما بين هذه الدائره وبين وزاره الكهرباء، اعتقد انه وزاره الكهرباء مو صعب عليها انه تقدر توفر خط رئيسي لهذا المتنزه فقط، لان هذا المتنزه عليه يعني ناس تدخل من ساعات الصباح الاولى حتى الساعات المتاخره من الليل، وهو هذا المتنفس الوحيد، فياريت انه وزاره الكهرباء هي اللي تقدم بهذه المبادره انه تساعد امانه بغداد بحل هذه المشكله، لانه كل الالعاب هي تعتمد على الطاقه الكهربائيه، وبالتالي انه ما نريد نتعرض الى مشاكل اخرى مثل ما حدثت في الايام الماضيه اللي هي وقفت احدى الالعاب اللي موجوده ما يقارب 30 دقيقه، خلي نحل هذه المشاكل بصوره اسهل وابسط بالتعاون ما بين دوائر الحكومة. إذا ننتقل